صباح الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم وجوله وقراءه في عناوين صحف القاهره الصادره اليوم. النهارده طبعا السبت بدايه الاسبوع وواحد رجب، طبعا كل عام وحضراتكم بخير، بننتظر الشهر الكريم خلاص بعد شهرين. بنبتدي معاكم هذه الجوله بنشاط السيد الرئيس بالامس، وطبعا كان في جوله تفقديه ومتابعه ميدانيه كما عودنا السيد الرئيس، وده كان بالامس لعدد من الطرق والمحاور في شرق القاهره وتحديدا محور مسترد، وكان في طبعا توجيهات ب يعني شأن هذه الطرق، وايضا توجيهات بتسكين اهالينا في التجمعات السكنيه الجديده بدلا من المناطق العشوائيه. تحديدا بنتكلم عن تجمعات باسم بالفعل اهالينا. خلينا نتابع هذا الموضوع من خلال العناوين القادمه من جريده الاهرام في الصفحه الاولى. نقل سكان العشوائيات بمحيط المحاور الجديده لتجمعات اهالينا، السيسي يتفقد مشروع طرق بشرق القاهرة ويوجه بأكبر توسعة للحارات المرورية. تفاصيل هذا الخبر، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس أعمال تطوير عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسترد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات، وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسترد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي. ووجه الرئيس أيضا بتسكين المواطنين بالمناطق العشوائية التي سوف يتم تطويرها في نطاق مشروعات الطرق والمحاور في وحدات سكنية لائقة مكتملة المرافق والخدمات الحديثة بالتجمعات السكنية أهالينا، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم. ايضا الحقيقه السيد الرئيس بالامس هنأ النادي الاهلي بحصوله على المركز الثالث على مستوى العالم في بطوله كاس العالم للانديه واللي كانت مقامه مؤخرا، والحقيقه اكيد الاهلي اسعد المصريين كلهم بحصوله على هذا المركز المتقدم في هذه البطوله العالميه. من جريده الاهرام ايضا وفي الصفحه الاولى، الرئيس يهنئ الاهلي لفوزه ببرونزيه مونديال الانديه، حفل كبير لتكريم الفريق و300 الف جنيه لكل لاعب. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لفريق النادي الأهلي لكرة القدم على فوزه بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها الفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية. بنروح لجريدة المصري اليوم وفي الصفحة الأولى، والتحالف المصري اليوناني القبرصي والمستجدات في هذا الشأن. مصر واليونان وقبرص تطالب باحترام الحقوق في المتوسط، اتفاق على العمل المشترك في الطاقة والابتكار. من ضمن تفاصيل هذا الخبر، أكد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية وولاية كل دولة على مناطقها البحرية وفقا للقانون الدولي مع إدانة أي أنشطة تنتهكه، وطلبوا بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية بشرق المتوسط. ورحب الوزراء في بيان مشترك أمس بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ بدءا من مارس المقبل، والذي يحول المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة. خلينا ناخد تعقيب على الأخبار اللي استعرضناها حتى الآن. معانا أستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ خالد صباح الخير وأهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا فندم على كل المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ خالد، بنتناول في البداية الخبر الأول وهو الجولة للسيد الرئيس بالأمس يعني أحد المحاور والطرق الهامة جدا في القاهرة، تحديدا منطقة شرق القاهرة ومحور مسترد، وتوجيهه أيضا بتسكين المواطنين في هذه الطرق والأماكن في تجمعات سكنية طليق بهم. يعني حضرتك بتتابع إزاي اهتمام السيد الرئيس ووقوفه على أرض الواقع في كل ما يخص هذه المشروعات، سواء البنية التحتية، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية، وأيضا ملف العشوائيات في هذه المناطق التي يتم تطويرها. أهمية أن يكون السيد الرئيس متابع
أول بأول ما يتم على الأرض في هذه المشروعات. يعني بالتأكيد هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نتكلم فيها وعايزين نأكد عليها، هي فكرة ان احنا اصبحنا الآن لدينا كل يوم جمعة وجبة دسمة من النشاط التي ترسل رسالة واضحة وصريحة لكل من يرغب في خدمة هذا الوطن بأننا لا مجال إلا العمل، لا تضييع للوقت. الرئيس يذهب يوم الجمعة، وطبعا معروف يعني على واقع العالم العربي والإسلامي ان يوم الجمعة بيبقى يوم أجازة، لكن الرئيس بيرسل رسالة في هذا الأمر بأنه حتى يوم الأجازة مصر محتاجاله العمل فيه من أجل استكمال المشروعات والبنية التحتية للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 أخذ على عاتقه هذا الأمر وبدأ في فتح هذا الملف، وأكد على أنه لن يتراجع إلا إذا استكمل هذا الملف، وهو بداية الطريق الحقيقي للاستثمار في مصر وبداية النهضة الاقتصادية والسياسية والتجارية في مصر من خلال البنية التحتية التي تتمثل العمود الفقري بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والدولية. وبالتالي أعتقد أن حينما يأتي كل يوم جمعة ونرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد إرسال الرسالة إلى كل مسؤول وكل من يحب هذا الوطن بأنه ليس الإشراف على العمل من خلال المكاتب، ولكن لابد من الذهاب إلى موقع العمل والتعامل المباشر مع العمال وإعطائهم دفعة قوية وإرسال رسالة بأن القيادة في يعني الصفوف الأولى لهم، والعمل على تأكيد على كيف يمكن استغلال هذا الطريق أكثر وأكثر. يعني الرئيس يمكن بكل يعني لقاءاته مع المهندسين الكبار العمال الموجودين على الإشراف على هذه الطرق بيقول سؤال مهم جدا أعتقد أن يجب الجميع أن هو يلتفت فيه، بيسأله بيقوله طب أنت شايف الاستغلال اللي احنا قلنا عليه أو الرسائل اللي جات لك أو التكليفات اللي جات لك من القيادة سواء كانت من الوزارة أو من المقاول اللي شغال معاه أو الشركة، أنه ده كافي ولا انت شايف ان في طرق تانية ممكن احنا نستغلها وممكن نحقق منها نجاحات؟ ده صحيح يعني حقيقي يعني بيدينا نظرة تواضعية بانه بيريد ان يعرف كيف يمكن استغلال كل شبر وكل امكانية لنحقق اكبر قدر ممكن من الكفاءة للطرق والكفاءة للمواطنين والعمل على راحتهم واستغلال كل شبر في مصر من اجل تقديم خدمه للمواطنين. ده هي دي الرساله القويه اللي اعتقد انه الرئيس عبد الفتاح دائما وابدا يريد يرسلها كل يوم جمعه وكل ساعه وكل دقيقه حينما يتواجد في ميدان العمل. صحيح، ويمكن ده كمان بينقل لاذهان المصريين انه يوم الجمعه هو يوم يعني بناء وتنميه وعمل. صحيح. وانتاج. صحيح. بعد ما كان مرتبط في اذهانهم الحقيقه في سنوات سابقه بالفوضى وما الى ذلك. خلينا نروح ايضا لتهنئة السيد الرئيس بالأمس لفريق النادي الأهلي اللي فاز ببرونزية العالم في كأس العالم للأندية، وفكرة حرص الرئيس أيضا على متابعة النشاط الرياضي سواء الألعاب الفردية أو الألعاب الجماعية وتشجيعه لهؤلاء اللاعبين والتأكيد على أن الدولة والقيادة السياسية طبعا على رأسها حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والتحفيز والتشجيع للاعبين في كافة الألعاب. يعني كيف ينعكس اهتمام السيد الرئيس شخصيا بمتابعة النشاط الرياضي وتحفيز اللاعبين على مستوى الرياضة المصرية بشكل عام؟ يعني بص حضرتك، أنا يمكن على طول الخط ببقى في لقاءات مع يعني معالي وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي الشاب الذي يعني أعطى دفع أيضا للرياضة المصرية، وبسأله هل الرئيس متابع دايما كل الخطط اللي الوزارة بتقوم بيها أو بتفكر فيها، فكان يكون الرد القاطع والمانع قال لي تكليفات الرئيس، ما تقوليش متابعة، تكليفات الرئيس. والرئيس دايما بيكلفنا وبيقول لنا وبيأكد على ضرورة دعم النشاط الرياضي في كل الاتجاهات وفي كل المحافل سواء الإقليمية أو المحلية أو الدولية، وبيأكد على أنه كل الدعم مفتوح، كل الطرق أمامك مفتوحة، عليك بس أن أنت تقول أنت عايز إيه وتلاقي الطلب موجود في حالة أنت هتقوم بعمل بطولي رياضي حقيقي. وقال كمان أنه يعني حريص جدا على أنه دايما يكون في حالة من الهدوء في الشارع الرياضي من خلال التشجيع. كل مننا يعني لديه ميول
سواء ناحيه هذا النادي او ذاك، وده شيء طبيعي وارد وكل يحبذه، لكن الرئيس يؤكد ايضا على ضروره الاحترام المتبادل في وجهات النظر بين النوادي. وبالتالي اعتقد ان قيام الرئيس بالامس وهذا يعني ليس بجد على الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يرى نجاح بيكون هو اول من يهنئ وهو صحيح. اول من صحيح متابعين ده بالفعل استاذ خالد في كل المجالات، ليست فقط الرياضه ولكن كافه صحيح. المجالات. استاذ خالد بنروح مع حضرتك سريعا لملف اخر، وهو بالطبع اجتماع وزراء او لقاء وزراء خارجيه مصر واليونان وقبرص بالامس، والتصريحات الخاصه طبعا كانت يعني في ترحيب بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، وده هيبتدي في مارس القادم، وتحويل هذا الكيان لمنظمة إقليمية ويكون مقرها في القاهرة. أهمية هذا التحالف ما بين الدول الثلاث مصر واليونان وقبرص في مواجهة الأطماع التي تحيط بالمنطقة وتظهر تحديدا في ثروات هذه المنطقة الغنية ما بين الحين والآخر. يعني بالتأكيد مما شك فيه أن نموذج العلاقات الثلاثية ما بين اليونان ومصر وقبرص هو نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، ولابد أن يكون يعني على مستوى العلاقات مع الدول الأخرى. أعتقد أن البذرة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بين رؤساء هذه الدول ورؤساء وزرائها منذ عام 2014 الآن ننجي ثمارها. الرئيس كان حريص كل الحرص على أن تكون العلاقات مع هذه الدول الإقليمية المحيطة بنا والتي نجمعنا بها حدود سواء بحرية، أن يكون هناك احترام وتقدير لهذه الدول، وبالتالي ننجي الآن ثمار هذا الاحترام وهذا التقدير من خلال التعاون المثمر في كافة المجالات وخصوصا مجال الطاقة. مصر الآن أصبحت يعني على أولويات الدول العالم والاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، وأعتقد أيضا أنه حينما يتم الإعلان عن هكذا منتدى في منطقة شرق المتوسط وتكون مصر هي مقره للغاز الطبيعي، فأعتقد أن دي رسالة قوية أيضا للعالم بأننا دخلنا في السوق العالمي للمواد البترولية والطاقة، وده يعني لا يأتي إلا من خلال علاقات جيدة وعلاقات يحكمها الاحترام المتبادل ويحكمها أيضا المنفعة العامة للجميع. ربما كان بالأمس البيان يؤكد على أن كل هذه العلاقات وكل هذه الارتباطات وكل هذه المباحثات الهدف الأسمى فيها هو تحقيق النفع لشعوب هذه الدول دون الضرر بالدول الأخرى أو بشعوب صحيح. الدول الأخرى، وحماية سيادة كل دولة على حدودها وما يخصها من ثروات. أستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على المتابعة والتعقيب. نروح معاكم مشاهدينا للشأن المحلي وملف آخر، وهو يعني نقدر نقول كشف حساب لعمل مجلس النواب بداية من بداية جلساته في هذه الدورة البرلمانية. جريدة أخبار اليوم الصفحة الخامسة تناولت هذا الملف بالتفصيل تحت هذه العناوين: حصاد مجلس النواب خلال 17 يوم، 127 ساعة رقابة وتشريع في 18 جلسة، استدعاء الحكومة إقرار 3 قوانين و8 اتفاقيات. طبعا المزيد من الأخبار موجودة في الصفحة الخامسة لجريدة أخبار اليوم. نروح معاكم سريعا أيضا لملف آخر وموضوع آخر في الصفحة الثالثة لجريدة الجمهورية: وزير التنمية المحلية إعداد خطط التنمية في 1443 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة، فرق متابعة بكل المحافظات وتوفير التسهيلات اللوجستية. طبعا طفرة بيشهدها الريف المصري في هذه الفترة ضمن مبادرة حياة كريمة زي ما احنا متابعين. بنروح معاكم مرة تانية لجريدة الأهرام، هذه المرة في الصفحة الرابعة، وبنتكلم عن أحد أهم صناعات رئيسية في مصر وهي صناعة المنسوجات، وهذه العناوين: صناعة المنسوجات تلحق بقطار التطوير، شركات قطاع الأعمال تقود النمو بإنشاء أكبر مصنع في العالم. ملف آخر أيضا وهو ملف المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، بنروح لجريدة أخبار اليوم الصفحة السابعة، هذه العناوين: مصر تدخل عصر مدن الجيل الرابع، مراكز حضارية وتكنولوجية وثقافية تغير شكل الحياة.
وتجذب أيضا الاستثمارات وتساهم في ترشيد الاستهلاك وتنهي التكدس السكاني. وطبعا تفاصيل هذا الخبر موجودة في جريدة أخبار اليوم في الصفحة السابعة. ومن ضمن هذه التفاصيل، خلال 4 سنوات تقريبا بدأ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بكسر مركزية القاهرة عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية والسياسية والثقافية بما يخدم الطموح المصري. وهناك خطة قومية لإنشاء مدن جديدة تعد الحل الأنسب للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الإسكان بزيادة المساحة المتاحة للعمران من 6 لـ 12%، لاستيعاب زيادة السكان حتى عام 2030. وتنشئ مصر 30 مدينة ذكية وتجمع عمراني جديد باستثمارات 690 مليار جنيه على مساحة 580 ألف فدان بعدد سكان مستهدف يصل ل 30 مليون نسمة، توفر من خلالها أيضا الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. بنروح معاكم أخيرا مشاهدينا جريدة المصري اليوم. الحقيقة يعني الملف والموضوع اللي بينتظره كل أولياء الأمور والطلاب غدا إن شاء الله الأحد 14 فبراير، وهو الإعلان عن خريطة الفصل الدراسي الثاني، يعني حسب ما سوف يعلنها وزير التربية والتعليم. إعلان خريطة الفصل الدراسي الثاني وتوزيع المناهج غدا، إنهاء استعدادات عودة الدراسة بالجامعات والمدارس. بدأت الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وعودة الدراسة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وتطهير مقار اللجان. أكيد المزيد من التفاصيل حول هذه الخريطة بننتظره جميعا غدا مع إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي لهذه التفاصيل كما وعد. بكده مشاهدينا بتنتهي هذه الجولة في عناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم. بنشكركم على المتابعة ومستمرين معاكم في هذا الصباح. بعد الفاصل بنروح لموجز الأنباء مع شروة حمدي، وبعدها بتبتدي أول حواراتنا مع عاصمة بلغار. خليكم معنا.